خلونا هنا بعد اذنكم نحاول برضو نفهم اكتر، يمكن بقى هنا من وزاره الكهرباء نفسها سيد ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده. اهلا 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 بحضرتك يا فندم. ازي الصحه؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي. كله تمام يا رب يخليك يا رب. عايزين نفهم على مساله الخفض ده، يعني احنا كده فهمنا من الدكتور مصطفى مدبولي انه مثلا لو في حاجه بتنور المباني الحكوميه من الخارج ليلا زي الكشافات او اشياء من هذا القبيل دي هتغلق، اي حاجه ما فيهاش مكاتب او اجهزه حساسه لاجل استمراريه العمل يبقى الاناره والكهرباء فيها هتقطع بشكل مركزي علشان نرشد هذه الاستخدامات. كذلك الميادين العامه اناراتها الخارجيه مش اناراتها الرئيسيه، المحاور الرئيسيه وطرق سريعه وما الى ذلك. طيب سؤالي بقى، كل ده فندم ممكن يوفر كم في المية من حجم مستهلكات الطاقة والكهرباء عندنا في مصر؟ هو طبعا هو في البداية اسمح لي ان نأكد على جزئية مهمة، واحنا الخطوات ديت مش معناها ان عندنا عجز في توفير الطاقة الكهربائية. صحيح عندنا الحمد لله وفرة وعندنا احتياطي محترم، ولكن هو الهدف منه زي ما حضرتك اشرت مع دوله رئيس الوزراء اكد على هو تعظيم الاستفاده الاقتصاديه من الغاز الطبيعي اللي بيستخدم تقريبا 60% منه في محطات انتاج الطاقه الكهربائيه. فده الهدف الاساسي، ويمكن دوله رئيس الوزراء كان اوضح ان المستهدف ان احنا نوصل بالتوفير دوت الى تقريبا في محطات انتاج الطاقه الكهربائيه الى حوالي تقريبا 15% من الخفض من استخدام الغاز، وده مردوده يمكن وضحه معالي دوت رئيس الوزراء في ان يعني على الشهور يعني من شهر مثلا اكتوبر الماضي كان بدانا نزود من مشاركة المازوت في التوقود علشان إنتاج الطاقة الكهربية. على فكرة ده موجود في محطات الإنتاج الطاقة الكهربية عادي، يعني من زمان الوحدات الإنتاج بتبقى فيها جزء من المازوت جزء من غاز طبيعي أو مختلط، يعني يشتغل كده أو يشتغل كده، وبتبقى فيها يعني جزء بنشغله بالغاز الطبيعي وجزء بنشغله بالمازوت. ولكن يمكن في الفترة اللي فاتت كان نتيجة ان بقى عندنا الحمد لله غاز طبيعي وفرة فيه، فبقينا نقدر ان احنا ده بيلبي احتياجاتنا الداخلية. ولكن طبعا لما بنقول مثلا ان تخفيض استخدام الغاز الطبيعي الفترة الشهور اللي فاتت ديت كان في الشهر بيجيب لنا عائد من التصدير بتاعه تقريبا من 100 ل 150 مليون دولار. فبالتالي زي ما حضرتك اشرت في المثال البسيط خالص دلوقتي، انت عندك دخل معين وعندك موارد معينه، فانت ازاي ان انت تستفيد من الموارد ديت اول حاجه بما لا يتعارض مع استخدامك للمورد. يعني انت احنا ما بنقولش ان انت ما بتستخدمش كهرباء او احنا ما بنستخدمش كهرباء، لا احنا بنستخدم كهرباء وكل حاجه، بس بنوع ما عدم الاسراف او بمعنى ثاني بما يعود عليا بالنفع وبالاحتياج اللي انا استخدمها أحتياجه. بحكمه فلا تكن مسرفا. بس مظبوط مظبوط. وبعدين في نفس الوقت الكهرباء الحمد لله يعني متوفره، يمكن مش زي في بعض الدول عندهم مشكله في توفير الطاقه الكهربائيه، فبالتالي موضوع التخفيض والحاجات دي كلها او الترشيد بيبقى باسباب اخرى. احنا اسبابنا كيفيه الاستفاده من الظروف الحاليه لتعظيم زي ما احنا قلنا الاستفادة من الغاز الطبيعي أو كتصدير ليه، وبالتالي عملة صعبة بتيجي ممكن تخش في استفادة لينا وكمان توفير المستلزمات أو الاحتياجات في جوانب أخرى بالنسبة للمواطن. وعايز أقول لحضرتك إن احنا يمكن السياسه ديت هي من فتره، يعني يمكن يعني الخطوات اللي اعلنها رئيس الوزراء يعني خطوات اضافيه يعني كمرحله مبدئيه علشان ان احنا نوفر الغاز الطبيعي للتصدير، ولكن كان في خطوات احنا خدناها قبل كده اهوت، ويمكن من خلال حضرتك ويمكن من خلال برامج كتير كنا بنقول للمواطنين بنقول لنفسنا يعني بنقول يا جماعه
احنا ممكن يعني نستخدم الكهرباء ونرشد الاستهلاك بتاعها. سيبك من العائد بتاع الغاز الطبيعي ده شيء مهم جدا طبعا بالتأكيد، ولكن عشان نقلل فاتورة الكهرباء علشان بس كده يعني على جيب البني آدم بشكل فردي، يعني جيبي وجيب المهندس أيمن وجيب فلان وعلان، انت عايز تدفع فاتورة كبيرة ليه؟ يعني مش قادر افهم بصراحة. لا هي يعني احنا الحمد لله يعني دلوقتي غير السنوات اللي هي كانت مظلمه زمان كنا بنقول يا جماعه رشدوا علشان احنا ما عندناش كهرباء نقدر نديها لكم. دلوقتي بنقول يا جماعه رشدوا علشان يبقى انت بتساهم مع الدوله في اقتصادها او في دخل كويس في تعظيم مواردها. مظبوط. والحاجه الثانيه ان برضو ان في استفاده مباشره على المواطن ان هو هيقلل قيمه فاتوره الكهرباء. طبعا. وبنقولش احنا ما نستخدمش كهرباء، نستخدم كهرباء بس زي المثال معالى دوله رئيس الوزراء وضحه اللي هو الجزء الخاص مثلا باجهزه التكييف. احنا بنقول اجهزه التكييف حتى على مستوى المواطنين اعمل صيانه للجهاز بتاعك، شغله في الاحتياج بتاعك الحقيقي، درجه حراره تكون مش اقل من 25 او 26 درجه. برضه بنضيف عليها ان الاجهزه اللي فيها اللي انت مش محتاجها تفصلها، الاناره اللي انت مش محتاجها تفصلها، التلفزيونات والاجهزه الكهربائيه اللي هي موجوده في مصدر التغطيه الكهربائيه ومصدر الكهرباء او في الفيشه بمعنى اصح على طول 24 ساعه ديت فيها استهلاك للكهرباء انا مش محتاجه وانا بصرف يعني بدفع من جيبي في مقابل حاجه انا مش بستفيد بيها. لا والناس مش متصوره برضو يا فندم انه الحاجه وهي في الفيشه بتستهلك قدر لا بأس به، الناس متصوره انها يعني حاجات بسيطه، انا شخصيا جربت ده في بيتي، فصله الفيشه بتفرق في مبلغ. كلها بتجمل. طبعا. يعني يعني حتى الشواحن اللي موجوده حتى لو هي بتسحب جزء بسيط بس يعني تخيل حضرتك بقى كمل الشواحن، كمل التلفزيونات اللي موجوده، الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده، ضيف على كده بقى الاجهزه اللي احنا بنستخدمها للتسخين باستخدام الكهرباء. زي الافران الكهربائيه، الافران وسخانات كهرباء ومايكروويف بالظبط. بالاضافه لجزء احنا ساعات ما بناخدش بالنا منه، الغساله الفول اوتوماتيك. الغساله لما بنشغلها على السخن كمان. يعني في برامج بتبقى فيها تسخين كبير جدا و 90 درجه حراره 90 درجه مئويه وانا مش محتاج التسخين العالي دوت، فانا بستهلك مورد ليا او بدفع فلوس من جيبي في مقابل حاجه انا مش محتاجها. صح. فبالتالي هي العمليه كلها يعني بالنسبه للدوله خدت اجراءات يعني اعتقد ان هي يعني مش مؤثره يعني مش مؤثره يعني ما بتديش او ما بتحرمش مثلا الناس من الحياه لا تؤثر سلبا على حياه المواطن اليوميه باي حال، ولكنها بتعود بالنفع ايضا على المواطن وعلى الدوله بتعظيم الاستفاده من مصدر مهم جدا للعمله الصعبه. صحيح. في الوقت الحالي وهو الغاز. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه. الشكر ايضا موصول وبلغ تحياتنا لمعالي الوزير الدكتور شاكر، هو عارف انا احبه قوي قوي يعني.